السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا أجمل متابعين؟ إن شاء الله يا رب تكونون بأحسن حال. يا هلا وغلا فيكم، نوريني جميعا وحياكم الله في قصة جديدة من قصصنا. ولكن قبل ما نبدأ بسرد القصة، صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وننطلق لقصة اليوم، وتقول صاحبة القصة: يا هلا والله، أنا بنت وعمري 25 سنة، فأنا إنسانة هادية متفوقة في دراستي، وما أكذب عليكم جميلة بشهادة الجميع. فجاني خطاب كثار وكنت أرفض بحجة أني أنا أبغى أكمل دراستي الجامعية. حياتي حرفيا كانت مملة، كان عندي ضغوط في البيت بسبب أهلي، أهلي مرة ناس متشددين، ما في خرجة، ما في جوال، وطول الوقت شغل بالبيت، يعني من أصحى لين أنام حرفيا ما يتركوني إلا إذا كان عندي مذاكرة أو بعد ما أنتهي يعني من شغل البيت أجلس كذا على اللابتوب أتفرج فيلم أتابع مسلسل. فالحاصل أني أول ما تخرجت جاني واحد وتقدم لي، وكان عمره 27 سنة، وكان هذا الشخص غني وعنده أملاك وسمعة كويسة، والرجال ما يعيب شيء أبدا. فأهلي وقتها أصروا علي إلا أني أوافق. أنا ما كنت أبغى صراحة، لأني أعرف أنه مطلق يعني مرتين. فأختي اللي أكبر مني قالت سوي نفسك يعني أنك كنت تشوفينه وزي كذا واستخيره، وبعدها إذا ما ارتحتي كلمي أهلي وقولي خلاص ما أبغى يعني ما ارتحت. فكنت أقول لها لا والله وش يفكني يعني من أهلي، لو أني أقول لهم أنا ما أبغى مرة ما ينفع يعني دوري شيء ثاني. فكانت تقولي طيب كلميه هو واشرحي له يعني بعدين وضعك، وخليه هو ينهي السالفة من عنده، ولا من شاف ولا من درى. ففكرت قلت يلا مالي لهذا الحل، حل أختي. فعلا أهلي كانوا يضغطون علي، المهم أني كلمت أمي، وأمي راحت كلمتهم أني أنا موافقة وكذا، وجات أمه وحددوا يوم الشوفة الشرعية. الصراحة أنا من شفت أمه وجلست معاها مرة ارتحت لها، راحة مو طبيعية، كانت جدا طيبة وعفوية، وكانت تتكلم وتضحك، ما هي واضح عليها يعني التكبر ولا التفاخر، كانت جدا متواضعة وتناديني يا بنتي حبيبتي وكذا. بس أنا قلت يمكن في البداية وبعدين تطلع كذا على حقيقتها، توريني عينها الحمراء على قولهم. فكنت أقول في نفسي دائما طب بما إن الولد غني وسمعته كويسة ومعارف، أكيد إنه شايف نفسه، أكيد إنه مغرور، أكيد إنه مدلع، ولا ليه مطلق يعني مرتين. فكنت ناوية بعد الشوفة الشرعية إني أكلمه ويكنسل السالفة وخلاص. حرفيا أنا كنت رافضته حتى من قبل لا أعرفه أو أشوفه، بس كذا أنه قدام أهلي كنت بسوي الشوفة الشرعية عشان ما يضغطون علي أكثر. المهم جاء يوم الشوفة وجات خالتي وأختي كذا يمكيجوني، ويعني مكياج خفيف استشوار، وكل شوي يعني من يسوي لي شيء. فأنا مرة كنت متوترة أبغى بس هذا الليلة تعدي على خير. فانتظرت لين أبوي ناداني عشان أدخل أسلم على المعرس وأمشي. طبعا وأنا أمشي رجولي ما تشيلني للأمانة، يعني ما قد صار بيني وبين أي رجال أي نوع من أنواع العلاقات، وحرفيا هذا أول رجل ألاقيه ولا أشوفه كذا وجها لوجه. المهم دخلت المجلس، طبعا تلقائيا ما أعرف إيش أسوي، طالعت كذا ألاقي رجال طويل ووسيم ما شاء الله تبارك الله. فأنا هنا ما عرفت إيش أسوي، زود على توتري يعني أحس خلاص وسامته كذا ما شاء الله تسحر. فجلست قدامه كشوي أطالع فيه وهو يطالع فيني، لما يجي يطالع فيني كذا أنا أشيل عيوني على طول. أقسم لكم بالله من جد مرة سحرني، سبحان الله ما عمري قد شفت آدمي زيه. فالمهم شوي يسألني عن دراستي وتخصصي، فما قدرت يعني أتكلم ولا أرد، صوتي أصلا مو راضي يطلع. فرد عليه أبوي شوي اللي بدأ يتكلم عن تخصصي بالجامعة وعن فرص الوظائف والمشاريع اللي ممكن أني أنا أسويها إذا تخرجت. فبدأ يتكلم ويتكلم وما شاء الله كان عنده خلفية كبيرة عن التخصص حقي، قال أشياء أصلا أنا ما أعرفها، كأنه هو اللي دارس مو أنا. فكان كلامه ممتع، حمسني على أشياء كثير، كان يقول اقتراحات ما تخطر في بالي أبدا. فأنا يعني من زود ما انفتنت بوسامته كمان انفتنت يعني بسلوبه وتفكيره وثقافته، وكلامه كان جدا عفوي متواضع، ما أتكلم عن نفسه أبدا، بس طول الوقت يمدح فيني بطريقة غير مباشرة. أنا شوي خلاص بتجنن، نسيت يعني كل شيء، خلاص أبيه يعني أبيه. هذاك الوقت كنت أقول والله لو أنه مطلق عشرة هذا الرجال خلاص دخل قلبي من أول نظرة. فكنت أقول لنفسي يا الله إيش فيك يا بنت، طحتي كذا وما حد سمع عليك.
فأبوي قام سأله أنت درست يعني نفس تخصصها؟ قال لا أنا دارس أدب وفلسفة. أبوي وجهه صار كذا منصدم منه، يعني كل هذا وأنت تعرف عن تخصصي ومو دارسة؟ فشوي أشر لي كذا أبوي إنه أخرجي خلاص، وجلس معاه وسولف، وأنا رحت رجعت يعني لأختي، مدري إيش أقول لها، وجهي ألوان وسرحانة ومشاعري كذا متلخبطة، جد جد كنت مسحورة يعني ما رضيت أتكلم مع أحد، وبس طول الوقت ساكتة من هبلة. وأفكر وأفكر لين ثاني يوم، ما في بالي شيء غير ليش تزوج مرتين، ليش طلق؟ يعني هذا السؤال كان مو راضي يروح من راسي مرة. فأخذت أسبوع وأبوي ينتظر ردي، وأختي كل شيء تجي تسألني بتعرف يعني، فأنا أصرفها. بعدها أختي قالت لي والله حرام يا بنت أنك ترفضينه. فسألتها ليش؟ قالت يا بنتي جنن. قلت كيف عرفتي؟ أنت شفتي؟ قالت لي شفته أنا وخالتي وهو داخل. عدنا هنا قمت أبكي أبكي والله العظيم كأني بزر مراهقة. فقلت لها كل شيء. قالت وين شوري؟ قلت يلا شوري، عاد أنت اللي خلتيني أخذ من الأول وأطلع وأشوفه كذا. قالت يا بنت صلي الاستخارة وجيبي أرقام حريم اللي قبل يعني طليقاته وتواصلي معاهم واسأليهم عنه. فأنا انصدمت، قلت من جدك أنا بروح أتواصل مع حريم أسألهم عنه؟ قلت أقولك أنت صلي الاستخارة وأنا بسأل عنهم وبجيب أرقامهم وبتواصل معهم بطريقتي. فبالي أقول والله أنك مجنونة منت بصاحية. المهم عدى يومين أو أكثر ولا تجيني أختي تسألني استخرتي؟ قلت لها لا. قالت طيب بقولك شيء، بقولك وش قالت زوجته وبعدين استخيري. قلت ليه انت تواصلتي معاها يعني؟ انت كيف جبتي رقمها اصلا؟ قالت بعدين اقول لك كل شيء، المهم الحين بقول لك ايش قالت. انا تراني تواصلت مع زوجتي الاولى اللي كانت زوجتي الاولى واتس، شفت المحادثة احترت، يعني زوجته تمدح فيه مدح مدح لين انا غرت عليه اصلا قبل ما اتزوجه. قلت يمكن اكيد انها تكذب، وش ذا المدح اللي تمدحه يعني من جد مرة طيرته للسماء. فقلت ليش تتركه طيب ده منها كذا يعني تمدح فيه. المهم قلت خليني أسمع زوجته الثانية اللي كانت زوجته يعني وطلقها. فراحت أختي وجابت رقم الثانية واتصلت عليها وأنا كنت جالسة جنبها، فتحت السبيكر وأسمع وأسمع، وزوجته الثانية حسيت أنها انجرحت لما عرفت أنه بيخطب. فأختي ترجتها ترجتها أنا ما تقول لأحد وتقول رأيها فيه يعني بذمتها. زوجته الثانية مدحت فيه تخيل ومدح أكثر من زوجته الأولى، وأنا اللي قلبي بيطيح من مكانه. طيب وأختي تكلمها وكذا شوية، أنا أسألها قلت لها طيب ليش اتطلقتي منه؟ فأختي أعطتني هذيك النظرة اللي كذا نسكتي. فزوجته سكتت شوي بعدين قالت يعني ما كان في توافق فكري وكان الاختلاف بيننا كبير، وأنا طلبت الطلاق والشهادة لله، هو ما لزم علي بشيء أو أجبرني على شيء، لكن بس يعني كان يسكت. هو مشكلته بس أني ما يبغى أولاد بدري، يقول لي بعد عمر 30 أخلف وكذا، وهذا بس هو السبب. فالمهم أنا كنت مرة متوترة، مرة خوفي يزيد ومرة لا خلاص يروح، إلين صليت الاستخارة وفعلا ارتحت وقلت يلا بسلم أمري لله واللي ربي كاتبه بيصير، والله واروح أكلم أمي وأقول لها يعني إن أنا موافقة. وردت لهم خبر وحددوا الملكة، فصارت الملكة وكل شيء. ما أوصف لكم عن كمية السعادة اللي حسيت فيها أيام الملكة، أيام الملكة هذه كانت أجمل حياتي، الرجال خيالي لدرجة ما تتصورونها، وجلست يعني معاه جلسة ممتعة، كلامه وأفعاله يعني جنانه واختراعاته للمغامرة أسلوبه، كان كل هذا الشيء خليني أنسحر فيه أكثر وأكثر. كان ما شاء الله مرة ذكي، وكان صاحب كلمة وشخصيته كذا قوية ومتواضع، كان ينكت والله ينكت ويضحك، كنت أضحك أضحك لين يصير بطني يعورني من الضحك، كنت أشوفه إنسان كامل والكمال لله وحده. بس أتذكر كل شوي يا ربي هذا الإنسان اللي قاعد قدامي كذا كيف حريمة طلبوا الطلاق؟ كيف عندهم رجال كذا ملاك وطلبوا أنهم يطلقون منه؟ فبيني وبينكم كان هذا التفكير مرة يتعبني، كل شوية أقول خلاص يا بنت خلاص لا تفكرين كذا، لا توسوسين، يمكن طلقهم عشان ربي يحطه من نصيبك أنت، يمكن أنا بعيش معاه وبأنبسط. فكنت أقول لنفسي ما أبغى شيء يعكر علي يعني مزاجي وتفكيري فيه. ومرت الأيام سريعة إلين جاء يوم الزواج. الصراحة كان يوم الزواج مرة جميل، كان هو بالزواج عفوي ورومانسي ويضحك وينكت ولا هام شيء، وأخوات دلعوني وكانوا أكثر يعني من صديقاتي. كانت ليلة العمر اللي زي يقولون يعني، لدرجة والله من جمال هذيك الليلة كنت أتمنى أني أتزوج كل شهر وتنعاد ذيك الليلة.
كان جدا حنون معي. ورحنا شهر العسل من ثاني يوم، طبعا سافرنا رحنا ولاية كاليفورنيا، وكانت أيام أجمل أيام من أيام الخطوبة، يعني كانت أيامي أحلى حرفيا، كل يوم كان أحلى من الثاني. حسيت كأني أملك الدنيا وقت الزواج، يعني كأني ملكت الدنيا فعلا بدل الرجال، من كثر ما هو يعني طيب وحنون. كنت مرة أحس أني في حلم، ما ودي أني أصحى منه. كنت أقول لنفسي إيوه هذا هو فارس أحلامي اللي أنا أبغاه، ما أعرف كيف أوصف لكم إياه ولا أتخيله، والله العظيم كل شيء أتخيله في حياتي وما أتخيلته فعلا صار، يعني كل أحلامي حسيت أنها تحققت في هذاك الشهر، شهر العسل. فالمهم رجعنا وأنا في قمة السعادة، سعادتي ما تنوصف. خلاني أجيب هدايا لأهلي وجابه هدايا لأهله، حياتي تغيرت، حسيت أن ربي عوضني عن كل شيء. تخيلوا ما كان يخليني أطلب منه فلوس، كان فاتح لي حساب بالبنك ويحط لي فيها فلوس وأخذ منها اللي أبغى، ما كان يطلب مني شيء، كل شيء هو يسويه بنفسه حرفيا كل شيء، لدرجة أني والله العظيم بعض الأحيان أنحرج منه، ودي أني أخدمه بس ما يعطيني فرصة، ما يطلب مني شيء. فصرت بس أدور إيش يمكن يعني أنه هو يسويه ولا يطلب أسويه قبل ما يقوم يعني هو ويسويه. والله العظيم حتى الأكل إذا ما طبخت يقوم هو يطبخ، حتى أن طبخة أحسن من طبخي، أحس أنه معتمد على نفسه بشكل كبير، ومع ذلك يمدح طبخي الخايس وأقول إنه جاء مني. المهم إني عشت معاه سنة كاملة، كانت أجمل أيام حياتي، كان مرة مثقف ويقرأ كتب، وبعدين مو أي كتب، يعني كتب حقت ثقافة فعلا، كان كل يوم يحكيني قصة شخصية من شخصيات التاريخ والكتب اللي يقرأها، فخلاني أحب الكتب، أحب القراءة، غيرني هذا الرجل تغيير كامل، صرت أحب أقرأ وأتثقف. كان فيلسوف، ما في سؤال ما لا عنده جواب، يعرف معلومات ما شاء الله وثقافات كثير ما شاء الله. أحس أني كنت جاهلة، أحس أني ما أعرف شيء بالدنيا بسبب ثقافته ما شاء الله عليه. كان يتكلم 4 لغات كلها، يقول أنا تعلمتها من الكتب والأفلام، بعدين لين صرت أصريت عليه أنه يأخذ عليهم يعني شهادات. فحياتي كانت ممتعة، استفدت منها كثير، سبحان الله استفدت منها كثير في حياتي، يعني كان وجوده في حياتي إيجابي. فحياتي كلها بكفة وحياتي معه بكفة ثانية. وعدت هذه السنة سريعة إلين جاء يوم من الأيام فجأة يقول لي بسألك سؤال وتجاوبيني بصراحة وما تخبين علي. فأنا طارت عيوني كذا، قلت إيش؟ قال أنت شايلة بقلبك علي ولا زعلانة مني ولا أنا قصرت معاك في شيء؟ قلت لا، يعني صراحة أنت أعطيتني أكثر من اللي أنا أبغاه وما قصرت أبدا، لكن ليش أنت تسأل ذا السؤال؟ قال لي قلبك مني أبيض وما بتزعلين علي. قلت طيب قول وش فيه؟ قال والله العظيم متذكرة حتى كلامه بالحرف الواحد، قال أنا أشهد أنك بنت أصول وتسوين البنات كلهم، أنت جمال وحساب ونسب وأخلاق وذكاء ولا يعيبك أي شيء. قلت طيب وبعدين بعد المقدمة كلها؟ قال العيب فيني أنا. قلت إيش فيك عيب؟ انت حياتي مرة ما فيك ولا عيب. قال انا ربي بس ساترني ولا انا كل عيوب يا بنت الحلال، فاتمنى انك انت تسامحيني ويكون قلبك مني ابيض. قلت ايش فيه وش صار يعني؟ ايش هذه المقدمة يعني؟ ايش تبغى توصل له؟ ترى انا ما احب التفلسف الزايد حقك ذا، عطني الزبد على طول، يلا قولي ايش الزبدة يعني، وش الهرجة؟ المهم قال يا بنت الحلال انا وانتي خلاص ما عاد نتفق مع بعض وانا بطلك. انا هنا ما قدرت امسك نفسي، يعني خلاص كذا طالع فيه انه الطلاق هذه بكبرها احس انها شنجتني. فانا قلت له انا كذا مصدومه، احس اني ارجف اول مره، يعني صح بيننا مزح واشياء بس ما توصل ذي الدرجه. قلت اسمعي فلان، ترى اذا انت قاعد تمزح في هذه الامور ما يمزح فيها. قال لا انا ما امزح، انا اقولها من جد انه لازم ننفصل انا وانتي. فأنا هنا خلاص ما عاد قدرت أمسك نفسي، صرت أبكي وأصيح ليش؟ طيب أنا سويت لك، أنا في إيش قصرت معاك؟ قال الشهادة لله أنك ما قصرتي في شيء، لكن أنا قلت لك العيب فيني أنا. قلت وش فيك عيب؟ وش فيك؟ قولي أنا ماني شايفة فيك عيب، أنا راضية فيك بكل عيوبك. المهم كان يتكلم كذا كأنه مجروح من شيء، كان كذا يتكلم عيونه تلمع كأنه في بكى، يعني يبغى يبكي. قلت له طيب قل لي ايش فيك، انا اقدر اساعدك، انا بوقف جنبك والله العظيم اني ما اخليك لين اموت. قال والله ما فيني شيء، لكن انا ما ابغى اظلمك معي. قلت انا راضية، اذا انت ظالمني كذا انا راضية بظلمك، خليني معاك وان شاء الله ان كل شيء له حل وبتزين حياتك وبزين لك حياتك وبتكون احسن.
قال يا بنت الحلال انت اعز من انك انت تطلبيني ولا انت تترجيني، ترى انا ما استاهل السالفة كلها، اني انا كنت امثل عليك، لعل وعسى اني ابادلك نفس مشاعرك، لكن والله ما قدرت ابادلك نفس المشاعر. انا احس اني بخونك تمثيلي عليك، انا ما احس اني بعطيك زي ما انت تعطيني، ما قدرت احبك. فانا هنا خلاص صرت زي المجنونة، مو بس انجرحت، انا خلاص احس اني انقتلت. انهارت وقمت ابكي وابكي شوي، تركني وقام يعني دخل الغرفة وقفل على نفس الباب، وانا ذاك اليوم قعدت ابكي ابكي لين نمت. ثاني يوم انا وياه يعني في البيت ما حد يكلم الثاني، بس كان يسألني اذا ابغى اكل او اني اروح لاهلي او ناقصني شيء، فكنت اقول له لا واسكت. طبعا هو يطلب مني اني انا اسامحه، وكان رافض اننا نكمل مع بعض. يمكن جلسنا اسبوع على هذا الحال وانا ماني عارفه طيب ايش اسوي، ايش الحل. بعدها جاء البيت ولقاني كذا في يوم خلاص لبست عبايتي ومجهزه شنطتي، قلت يلا وديني عند اهلي. ففعلا اخذني ووداني، فقلت في نفسي يعني كنت اقول خليه، يمكن متضايق من شيء، يمكن يراجع تفكيره، يمكن يفقدني اذا رحت، يمكن يصحى، يمكن يرجع يغير رايه بعد اسبوع. فالمهم جلسنا اسبوع، بعدها جاء عند ابوي وفرحت، قلت الحمد لله بيجي يرجعني. بعد شوي خرج ولا جاني ابوي، قال ايش سويتي له؟ قلت والله ما سويت شيء. قال الرجال جاي ويتعذر انه يبي يطلقك وكذا، يقول خلاص ما احنا يعني مناسبين لبعض. والصدمة ان ابوي قال لي يبغى يطلقك، يقول ما يبغى احد يدري انه هو اللي طلق، يعني يبغى الناس تعرف ان انت اللي طلبتي الطلاق عشان ما تتشوه سمعتك. انا هنا مت 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 من الصياح، ابكي، ما عرفت ذا الرجال وش فيه ولا وش يبغى، ما عرفت يعني بالضبط، ما عرفته يعني احبه. يا الله يا ناس، حبيته حبيته اكثر من اي شيء، ويتركني كذا وانا ما اعرف ولا اعرف ايش السبب، طيب ليش انت تركتني؟ فلما شافني ابوي كذا منهار، المهم حكيت لابوي كل شيء، فابوي استغرب. امي قالت يمكن الرجال مسحور، يمكن معيون، المهم دورنا حل دورنا، ابوي كلم ابوه كلم عمه، ابدا ما في اي فايده، مصمم اني يطلق. فقال ابوي خلاص يعني لا يحس اننا بنرمي بنتنا عليه، خلي يطلق. قال الله يعوضك يا بنتي خير، وفعلا كلم ابوي قال الله يكتب لك اللي فيه خير وسوي اللي تبغى. بعدها بفترة جاء زارنا بالبيت واعطى ابوي ورقة الطلاق، واعطاه معاها صك حق شقة. قال لابوي ان هذه الشقة انا كاتبها باسم البنت قبل اني ما اطلقها، وهذا حقها، واتمنى انك يعني تسامحوني وكذا. طبعا ابوي زعل عليه بس انه سكت، يعني شي يقول له. فخلاه يمشي، وبعدها انا ما عاد زدت شفته ولا قدرت انساه. تخيلوا كل يوم كنت أراقبه بالإنستغرام بتويتر، في كل مكان كنت أراقبه، أحس أني ما بحصل إنسان زيه. يا الله تعبت نفسيتي ونحفت، ما صرت آكل، ما صرت أعرف أنام، بس أفكر فيه وأبكي. رحت كلمت أختي اللي بعمري، طبعا ما تغيرت علي أختي، بالعكس يعني كانت ترحب فيني، كانت تقول لي اشتقت لك ودني أشوفك، وأنا ببكي خلاص بس ماسكة نفسي. فهي حزنت علي، قالت أنا ما أبغى أخسرك، أمانة ما تزعلين من أخوي ولا أنا خلاص بكيت. قالت اسمعي، ترى أخوي متعقد عشان يحب واحدة تقرب لنا، وهو من هو صغير مرة متعلق فيها، وكانوا يحبون بعض وكانوا يكلمون بعض لين تركته وتزوجت، فهو تعقد يعني بسببها، والظاهر أنه كان يحاول ينساها، وكل مرة يقول لنا دورولي دورولي واحدة تشبهها. فتقول أخته يعني إن البنت يعني تبغى تتطلق وتبغى ترجع له، بس هو رافض، يقول والله لو تبوس السماء إني ما أرجع لوحدة تركتني برضاها. فأهله مو معارفين يعني إيش يبغى ولا كيف يرضونه ولا كيف يتصرفون معاه وكيف يخلونه يستقر، كل ما راحوا خطبوا له وحدة زي كذا طلب الطلاق منها، بحجة إنه يعني ما أبغى أسيء لك ولا ما أبغى، ما أعرف صراحة إيش جوه ولا وش شعوره كذا وهو يتزوج ويطلق. فياما صراحة نفسيتي جدا تأثرت، عجزت عجزت أني أنسى أو أني أعيش بدونه، كنت أقول مستعدة أسوي أي شيء بس عشان أرجع له، بس هو ما يبغاني، كنت أدعي بكل صلاة أن ربي يرجع لي، وحتى أني نذرت أني أكفل يتيم لين أموت لو أنه يرجع لي. وعلى هذا الحال إلين مرة 3 سنوات بعد ما طلقني، وأنا خلاص منهارة، يا الله ما عاد أنا، نحفت، نفسيتي صارت للحضيض، أحس أني فارغة، كنت أحس بكسرة عظيمة، أحس كأن فتت قلبي وخلاه شتات، لدرجة أني ما عاد أعرف كيف أرجع زي أول، ما عاد عندي شغف للحياة، حياتي صارت مطفية، كرهت أهلي بسبب ضغطهم علي عشان أتزوج، كرهت شيء أصلا اسمه زواج.
صار عندي عقدة من كل الرجال، لين مرة من المرات تعبت مرة بسبب سوء التغذية، أغمى علي، فكان عندي نقص في الحديد مرة، فسبحان الله اضطريت أني أتنوم في المستشفى، وجتني زارتني واحدة من صديقاتي من أعز البنات اللي أعرفهم بالدراسة. سبحان الله هذه البنت كأن ربي رسلها لي من السماء، كانت تقول لي كلام يعني صح هذا الكلام أنا كنت أعرفه، بس سبحان الله لما تسمعونه من أحد ثاني تحسون كأن أول مرة تسمعونه. كانت تنصحني، كانت تقول لي ليش تسوين في نفسك كذا، ليش تهملين نفسك، أنت مسؤولة عن نفسك أمام الله. كانت تقول لي احزني، صح أعطي الحزن وقته واحزني وأبكي، لكن لا تطولين السالفة، شوفي كم لك سنة كذا. قامت تقول لي عظمي سلبياته، عظميها لحد ما يطلع من قلبك. قلت ما عنده سلبيات، أنا هذا الآدمي صدق ما شفت منه أي سلبية. فقالت قولي إنه إنسان بدون مسؤولية، ما عنده خوف من الله، ما صان الأمانة وكذا، لحد ما تقتنعين إنه فعلا هذا الإنسان شر، وإن الله صرف عنك، وأحمد الله إنك أنت ما حملتي منه. كانت تتكلم تقولي ترى الحياة فيها فرص ولا هي آخر المطاف، اقتلي فراغك، روحي نوادي، روحي أي مكان، اطلعي، لا تختلين بنفسك كثير. وفعلا كانت هذه بداية العزم لي وبداية مشواري في أني أتغير للأفضل وللأحسن وللأكمل بإذن الله تعالى، وإني أنسى الماضي واعتبره صفحة وطويتها خلاص. تدريجيا بدأت يعني أدخل دورات وأطور من نفسي في اللغة الإنجليزية، والحمد لله دخلت نادي رياضي وحسن من نفسيتي بكثير. ما توقعت إنه الرياضة مفعولها نفس مفعول حبوب الاكتئاب بنظري، أحس إنها غيرتني 180 درجة، سبحان الله يعني صرت أسويها، وصرت يعني أطرد طاقة سلبية كثيرة من حياتي ومن جسمي، تغيرت للأفضل. وطبعا ما أنسى قربي لله سبحانه وتعالى، وصرت دائما أدعي الله في سجودي كثير إن الله سبحانه وتعالى يزيل حبه وينزع حبه من قلبي. إلين ما عدت سنة والحمد لله قدرت أني أتعافى تماما، نزعه الله من قلبي نزعة، فالحمد لله بعد سنة سبحان الله وأنا في مناسبة كذا عرفت من الناس أنه هذا الرجل يتعالج نفسيا، وأنه مريض نفسي صار، وأنه أذى أهله وأخواته لدرجة يعني أنه ما عاد صاروا يقدرون عليه، صار عبء على أهله وصار يأذي نفسه كثير واللي حوالينا، فدخلوا مستشفى يتعالج فيه. فعرفت وقتها أن الله سبحانه وتعالى يبغالي خير، وأنه يريد لي من ذا الزواج خير، لدرجة أن الخير هذا وصل حتى لأختي. أختي كانت متزوجة سبحان الله، وبعد كذا ترملت يعني في أثناء هذه الأربع سنوات، وما كان يعني عندها بيت، ولا كانت يعني حياتهم مرة صعبة، وتشتتت حياتهم بعد ما توفى زوجها الله يرحمه، فكان بيتنا جدا ضيق ما كان يوسعنا، فاضطريت أني أعطيها يعني الشقة اللي هو كتبها لي باسمي، فصارت يعني فيها هي وأولادها وعايشين وحياتهم مبسوطين الحمد لله، وأبوي يروح ويجي عليهم. فعرفت من جد وقتها معنى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مو كل اللي يفوتك يعني كان مناسب لك أو لايق عليك أو حينفعك قدام، دائما في المنع حكمة ورحمة وحماية، ودائما في العطاء كرم وجبر وعوض، فالله يا رب يكتب لنا ما فيه الخير في حياتنا. إلى هنا انتهت قصتنا لليوم، أتمنى أني أشوفكم في قصة جديدة وفيديو جديد، أنا وأنتم بخير دائما إن شاء الله. إلى ذلك الوقت استودعكم الله.